الفل والامل والسعاده على كل مشاهدينا وعلى كل حبايبنا اللي بيشوفونا في كل مكان. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج مع فجر جديد. احنا ان شاء الله النهارده مجهزين لحضراتكم معانا ثلاث فقرات. فقرتنا الاولى ثابته معانا دايما زي ما عودنا حضراتكم معانا بتكون عن اهم وابرز الاحداث والاخبار اللي حصلت خلال الاسبوع. فقرتنا الثانيه النهارده هتكون خاصه بفئه معينه وهم بعض الناس اللي ما بتحبش القرايه او اللي بتجد صعوبه في القرايه او اللي بتشعر بملل في القرايه. فقرتنا النهارده هتكون ملخص لكتاب احنا قريناه بنفسنا وحبينا ان احنا نلخصه لحضراتكم في وقت قليل جدا وهتكون بعنوان كتابي. فقرتنا الثالثة والأخيرة هيكون معانا نموذج من ذوي القدرات الخاصة. النموذج دوت أتقن حرفة من الحرف المصرية القديمة واللي بتعكس التراث المصري القديم. هيشرفنا بوجوده معانا في استوديو برنامجنا. بس قبل ما نبدأ فقرتنا الأولى خلوني أصبح على زميلي طارق يحيى. صباح الخير عليك يا طارق. صباح الخير عليك يا شروق. صباح الخير على كل متابعي قناة الصحة والجمال وبالتحديد برنامج مع فجر جديد. وزي ما عودناكم احنا بنبدأ معاكم بأبرز الأخبار الرياضية. وأول خبر رياضي معانا بيقول لا يزال اللاعب شيكابالا يخضع لبرنامج تأهيل خاص ولم يشارك في التدريبات الجماعية لفريقه منذ أن تعرض للإصابة العضلية خلال مواجهة مصر المقاصة في الدوري الممتاز. ولهذا تضاءلت فرص شيكابالا صانع ألعاب الزمالك في المشاركة مع فريقه خلال المواجهة القادمة في الدوري. تصدر هاشتاج ادعم مؤمن زكريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ما زال مؤمن زكريا نجم الأهلي السابق وهداف مباريات القمة من لاعبي الجيل الحالي، حيث يحتل صدارة الهدافين برصيد 5 أهداف. ولكنه يغيب مؤمن زكريا عن مباراة الأهلي والزمالك بعد رفعه من قائمة الأهلي بعد تعرضه للإصابة. رفض محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب فريق أفس البرتغالي كل الإغراءات والوعود التي تلقاها مؤخرا من أجل حل أزمته مع نادي الزمالك ومن ثم العودة مجددا لصفوف القلعة البيضاء سواء في الانتقالات الشتوية بيناير المقبل أو في بداية الموسم الجديد، حيث تمسك اللاعب بموقفه مؤكدا أن عقده مع الزمالك قد انتهى بنهاية الموسم وأن رحيله جاء بشكل قانوني بعد نهاية تعاقده. أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيعقد جلسة مع الرباعي طارق حامد ومحمود جنش ومحمود علاء وعبد الله جمعة عقب عودة اللاعبين الدوليين من أجل مناقشة تعديل عقودهم. وكانت أزمة أثيرت مؤخرا بعدما كتب طارق حامد عبر ستوري انستجرام الخاص به قائلا انتظرت وصبرت كثيرا من أجل من أحبهم ويحبونني، ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى، وهو ما أثار ضجة في الشارع الكروي. فوضى وانسحاب وتصعيد، 6 أندية تهدد اتحاد الكرة بعد تأجيل القمة. في الساعات الأولى من صباح الأربعاء خرج الاتحاد المصري في بيان نشر على الصفحة الرسمية للاتحاد عبر الفيسبوك ليعلن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان من المفترض أن تقام مساء السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة، فالقرار لم يمر مرور الكرام. فالساعات الماضية شهدت العديد من التصريحات النارية التي تهاجم اتحاد الكرة. المقاولون ليلا كورة، لن نخوض مباراة الزمالك وسنطالب بإلغاء الدوري. فقد قال محمد عادل المشرف على فريق الكرة بالنادي المقاولون العرب أن النادي سيرفض قرار اتحاد الكرة بشأن مواجهة الزمالك بدلا من أسوان. وهدد المشرف على فريق المقاولون اتحاد الكرة سنصعد الأمر إذا واجهنا الزمالك وسنطالب بإلغاء الدوري لعدم المساواة بين الأندية. وبكده نكون انتهينا من أبرز الأخبار الرياضية ونروح لأخبار السوشيال ميديا. تصدر هذا الأسبوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج جديد بعنوان إعدام راجح. تعود القضية لقتل شاب يدعى محمود البنا صاحب ال 17 عام على يد صاحبه محمد أشرف راجح، وهي جريمة بشعة شهدتها مدينة تلا محافظة المنوفية عندما تجرد طالب بالمشاعر الإنسانية وقام بقتل صديقه الطالب محمود البنا إثر قيامه بالتعدي عليه بمطواه حتى فارق الحياة. حال معاقبته على مغازلة جارتهما حيث تم تحرير محضر بالواقع. وكانت وحدة مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية تحت إشراف اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، وتم القبض على محمد أشرف راجح المتهم الرئيسي في قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضحية الشهامة والقبض على مساعديه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقع وجاري التحقيق وعرض المتهمين على النيابة. ولمزيد من التفاصيل معنا اتصال تليفوني من محامي الضحية محمود البنا. ألو الو الو. صباح الخير يا فندم. صباح النور. صباح الخير يا فندم. صباح النور فندم. عايزين نعرف من حضرتك ايه اخر ما توصلت ليه القضيه وايه اخر ما توصلت ليه المستجدات في القضيه. والله هي القضيه لحد الان راحت لمحكمه احداث طفل جلسه 20/10/2019.
والحقيقة إن إحنا في فوضى اجتماعية كبيرة بسبب سن الحدث اللي كثرت فيه الجرائم، لأن المتهمين في القضية اللي أصبحت رأي عام ويهم المجتمع المصري كله إن يعرف أكيد. تطوراتها أول بأول، بتقع تحت قانون الطفل رقم 12 لسنة 96. طب هل بالفعل الجاني تحت سن ال 18 عام، ولا هل تم تزوير في أوراق رسمية وفي شهادة ميلاده زي ما سمعنا أو زي ما اتقال على السوشيال ميديا؟ بص يا فندم، بالنسبة لجزئية سن المتهم الأول بالذات اللي هو القاتل محمد راجح، النيابة العامة هي أول من بحثت في الموضوع وأرسلت للجهات المعنية خطابات لإرسال أصل شهادة ميلاد وقيد عائلي. وطبعا إحنا على ثقة تامة بنزاهة القضاء المصري، أكيد. والمشكلة إن نص المادة 111 بتنص على انه لا يحكم بالاعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على من يتجاوز سن ال 18 سنه. طيب اقصى عقوبه في ظل القانون ده 15 سنه، مع العلم ان القانون قلص سنه السجن ست شهور. ست شهور كمان مش ست تسعه. شهور. طيب نقدر نقول ان في عواقب كتير على المجتمع في ظل القانون ده، كتير كتير جدا. طب أكيد. القانون ده في ظل التقدم الفكري والتطور التكنولوجي للطفل بيشجع على ارتكاب الجريمة، لأن الطفل بالضبط. ممكن يستغل أسوأ استغلال في ارتكاب جرائم عديدة تخص الدم والشرف، مثلا للهروب من الإعدام، وذلك مقابل مبلغ مالي. يعني احنا كده ممكن نفتح الباب للتجارة بالأطفال في هذه الجرائم. طب هل بالفعل يا فندم البنت اللي هي متسببة في الحادثة غيرت أقوالها برضو؟ يا فندم بالنسبة أبص كثرة الإشاعات على تواصل على وسائل التواصل الاجتماعي، لدرجة إن إحنا كلنا بنعاني، حتى أهل الشهيد بيعانوا من حاجة زي دي. مبدئيا البنت لم تستدعيها النيابة تماما ولم تدلي بأي أقوال إليها، والبنت مستعدة استعداد كامل إن هي تشهد تروح علشان خاطر دم الشهيد اللي راح بسببها، لأن هو دافع عنها وقال على انستجرام، كان منزل ستوري على انستجرام، دي بداية المشكلة، من اللي يمد ايده على حرمة يبقى حرمة زيها. يعني حضرتك بتنفي كل الشائعات اللي تمت على السوشيال ميديا او اللي تم تداولها على السوشيال ميديا؟ طبعا طبعا، انا بس بنشهد المواطنين واللي بيحب محمود واللي عايز يجيب حق محمود ان هم يتحروا فيما يتحرر يتم الدقة في نشره. كل المعلومات طبعا كل اللي حاجة بتتنشر على كل حاجة، السوشيال ميديا. لان المقصود بكل الحاجات دي يعني تشتيت الناس وترويع الناس، لان معلش انا دلوقتي بدخل على التواصل الاجتماعي بلاقي اخبار مزيفه كتير جدا، ومش اي أكيد حد يكتب بوست يبقى عشان حقيقه. كده أكيد احنا لازم نتحري الدقه في كل معلومه احنا بنقولها. بنشكر حضرتك جدا استاذ طبعا مصطفى. انا ليا بس ليا اتفضل يا بس فندم. مناشده لرئيس الجمهوريه اتفضل. والنائب العام بالتعاون معنا للقصاص لروح الشهيد الشهامه والرجوله محمود البنا، لان السن العمر ده احنا لو قارنا بس كده مقارنه بسيطه، انا بناشد رئيس السيسي بما انه هو ممثل الدوله المصريه بتعديل او وضع استثناءات لجرائم القتل والسرقه. ليه؟ لان احنا لو قارنا سيادتك ما بين قانون الطفل وما بين الدين الاسلامي، بالظبط. بما ان الماده الثانيه في الدستور بتنص ان مبادئ الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع، لو قارنا عند سن البلوغ ملوش علاقة بالسن قد احنا ايه. نتمنى جميل. ان صوت حضرتك يوصل يا استاذ مصطفى، وان شاء هو الله يكون بس واصل. الجزئية اللي انا بتكلم فيها ان الدين الاسلامي حدد سن 15 سنة اللي هو سن الحولم، قانون الاحوال الشخصية في مادته 20 اللي هو بتاع حق الحضانة قال لك ينتهي حق الحضانة بالبلوغ الصغير او الصغيرة ال 15 سنة. طيب احنا نستفاد من ده ايه؟ ان الطفل بيوصل عند لسن 15 15 سنة سنة كده سوصل لقمة لسن العقل، البلوغ. لقمة العقل وحسن الاختيار اللي بيخيره القاضي ما بين اكتر اتنين غاليين عنده اللي هم الاب والام. ايوه، فاحنا لازم ننظر للكلام ده بعين هي الدقة وبعين الصورة واضحة التحري. كده يا استاذ مصطفى، احنا بنشكر حضرتك استاذ ونشكر مصطفى على حضرتك اتصالك جدا وعلى على مداخلتك معانا. مداخلتك معانا، شكرا جدا يا استاذ مصطفى. ونرجع تاني معاكم لمزيد من الاخبار، ونروح للاخبار العامة. حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة 10 نوفمبر القادم لنظر أولى جلسات الدعوة التي تطالب بعدم دستورية القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور،
وتنص المادة الأولى للقانون على أنه لا يجوز أن يزيد على 35 مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز 42 ألف جنيها شهريا صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة. بعد قرار وزارة الإسكان بقبول طلبات التصالح في مخالفات البناء ووقف الإزالات بالمحافظات وتأكيدها على أنه تم الاتفاق على أن لجان تلقي الطلبات ليس من سلطتها فحص الطلبات وبالتالي تقبل جميع ما يقدم إليها من طلبات، وأشارت وزارة الإسكان إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع المحافظين على وقف أي إزالات للمباني المخالفة الخاضعة لتاريخ تنفيذ قانون التصالح، موضحة كل جهة سواء في المدن الجديدة أو المحليات عليها تحديد سجل المخالفات. وقع المدير التنفيذي لشركة هواوي مصر ومحمد الطيب مساعد وزير التعليم العالي المصري مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي لتطوير مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويأتي توقيع اتفاقية التعاون في إطار إنشاء شراكة استراتيجية طويلة الأجل بين هواوي ووزارة التعليم العالي في مصر ليعمل الجانبان على العمل بشكل مستمر لتطوير المواهب الشبابية رفيعة المستوى في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر. أكدت مديرية الصحة بالأسكندرية في بيانها أن التقارير الطبية الصادرة عن أحد المستشفيات الخاصة أنها بعد الفحص الكلينيكي والمعملي للطفلة عدم إصابتها بالالتهاب الصحي، وأشار البيان إلى أن الطفلة تولاي مصابة بالتهاب دماغي غير معد نتيجة إصابتها بفيروس معوي وما زالت تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى المشار إليها، وأكدت مديرية الصحة عدم صحة ما أثير بوسائل التواصل الاجتماعي عن ظهور أي التهاب صحي. سقوط 3 قتلى لبنانيون على الأقل وخسائر مادية فادحة جراء أكثر من 100 حريق أسبابها لا تزال مجهولة في لبنان، ما أدى إلى تضامن واسع وانتقادات واسعة للحكومة اللبنانية، وتفاعل اللبنانيون على الأرض للمساعدة في إخماد الحرائق ومساندة المشردين بسببها، وتفاعل مغردون على مستوى العالم تحت هاشتاج لبنان يحترق، حيث وصل التفاعل مع أكثر من 180 ألف تغريدة خلال ساعات. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان صحفي أن الرئيس اطلع على معلومات أولية عن الأضرار التي خلفتها النيران وتفاصيل عملية مكافحة النار وتبريد الأرض في المناطق المحترقة. وبكده نكون انتهينا من الأخبار العامة ونروح للأخبار الفنية. طيب معنا لمزيد من التفاصيل أيضا اتصال تليفوني. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله الحمد لله. طب يا فندم في البدايه طبعا احنا بنتقدم بخالص التعازي القلبيه لحضرتك ولاسرتك في الفقيد، الهمكم يا رب الله الصبر والسلوان. لله الامر دوم لله دوم لله. طب يا فندم احنا عايزين نعرف من حضرتك التفاصيل الحقيقيه اللي حصلت اثناء الحادثه او اثناء وقوع الجريمه، لان حضرتك عارف ان في اشاعات كتيره جدا بتروج في الموضوع ده، فعايزين نعرف الحقيقه من حضرتك وازاي حصلت الجريمه. هو رجاء يعني اتكلمنا في الموضوع ده كتير، يعني مش عايز اعيد الالم يعني. لكن هو موضوع الاشاعات ده هو تعبنا انا شخصيا يعني ومش عارف اقاومه. خلينا في الأهم، يعني التفاصيل أكيد القضية معروفة وحاولوا تاخدوا التفاصيل دي من الجهات الأمنية أو الجهات القضائية. كان لسه معانا مداخلة دلوقتي من المحامي الموكل للقضية وعرفنا منه تفاصيل القضية أو تفاصيل قانونية للقضية. لكن تمام. احنا اتصلنا بحضرتك ردا على الشائعات اللي بتطلع. هو بس مجرد رد على الشائعات يعني. أنا برد وبحاول، حتى الشباب الله يبارك لهم هم بيحاولوا على قد ما يقدروا بيقاوموا الشائعات، لان الناس برضو من غضبها يعني، حتى انا بحس ان هم في ناس من غضبها بيحاولوا يعملوا الاشاعات، وفي بعض المندسين يعني بقى لو هنسميهم مندسين دولت برضو بيخترعوا بحيث ان هم بيزودوا يعني الشراره شويه. ولكن انا بحاول انفي على قد ما بقدر إن بعض المنشورات اللي بتنزل على السوشيال ميديا أو أغلبها أو بيبقى فيها برضو لعب وباينة أوي إن هي إشاعات. وبرضو قبل ما أنسى موضوع التبرعات، في ناس بتلم تبرعات باسم الشهيد محمود، وحاولنا بقدر المستطاع قلنا إحنا لا قبلنا تبرعات ولا قبلنا أي حاجة. هو فندم بخصوص التبرعات أنا آسف بس معلش، في إشاعة أثيرت إن تم عرض مبلغ مالي على حضراتكم، يعني ما قولك يعني هذه الإشاعات؟ من جهة مين؟ من الجانب الثاني أو الطرف الآخر. لا ده ما حصلش ولا حصل أي اتصال خالص بالمرة.
ومفيش لا 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 اذا كان ان كان المبالغ اللي اتعرضت هي اتعرضت من مؤسسات او من جهات او من افراد على اساس ان احنا نقوم محامين كبار او على اساس ان نعمل حاجه خيريه ليه، احنا طبعا رافضين الكلام ده. اتعرض عمرات، ربنا يكرم كل واحد حب يعني يحاول يساعدنا ان احنا نخرج من المحنه دي، ولكن الحمد لله احنا مش محتاجين اي حاجه خالص. وبنقول برضو بنشد الناس عن طريق حضراتكم ان اي تبرعات باسم شهيد محمود دي احنا بنتبرأ منها تماما، وما نتمناش ان ده يحصل يعني. تمام، احنا بنشكر حضرتك جدا يا فندم. طبعا احنا اكيد متفهمين الظروف اللي حضرتك فيها وللاسره فيها، نشكر حضرتك جدا جزيل الشكر. هو بس لو كلمه بعد اذنك. اتفضل حضرتك، احنا معاك. هو بس انا بقول بدل ما نحكي في 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 في, في امور والتفاصيل اللي هي المفروض اتعرفت، انا رساله على روح محمود ان شاء الله. لو في عمل وجهد ان شاء الله في الفتره اللي جايه، فهيبقى في ضغوط على المسؤولين بقدر ما نستطيع على اساس ان الحوادث دي ما تتكررش في الفتره الاخيره ديت. حصل حوادث كتير مؤلمه، لازم نعالج الامور دي كلها لان البلد بتمر بحاله صعبه وما ينفعش. لازم فعلا نقف مع نفسنا، ولازم ما يبقاش في حاله العنف اللي احنا بنمر بها الفتره اللي جايه دي. فاتمنى المساعده والنظر، وما تبقاش حاله وهتعدي. ان كنا هنعدل قوانيننا، ان كنا هنغير من سلوكنا، ان كنا هنحاول نضغط بحيث ان حالات التحرش المبالغ فيها بالشكل اللي احنا شايفينه، حالات العنف، بحيث ان الحاله او اللي حصل ما يتكررش تاني. طبعا احنا متفقين. طبعا طبعا، وده الهدف، وده الهدف والله، لان كلهم ابنائنا. يعني حضرتك لما تشوف اصحاب محمود يعني هو تحس ان هو عايش، تحس ان هو عايش. فاتمنى يا رب يكون في فعلا صحوه من الدوله ان هي تساعد على كده، لانه كلهم ولادنا، كلهم ولادنا، وربنا ما يوجع قلب حد ابدا. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. انا بشكرك جدا يا فندم عن دخلتك معانا، وربنا يرحمه يا رب ويتولى برحمته. شكرا جزيلا. الدوام لله ولله الامر. شكرا لحضراتكم. شكرا يا فندم. وبكده أعزائي المشاهدين تكون انتهت فقرتنا الأولى، ونطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل اعزائي مشاهدينا مع الفقره التانيه دلوقتي، وفقرتنا هتكون فقره مختلفه وهي فقره كتابي. في الفقره دي هنلخص لكم فيها كتاب في وقت بسيط جدا. لو انت مش بتحب القرايه او انت ما عندكش وقت ان انت تقرا، تابعنا في الوقت الصغير ده، هنقدر نلخص لك كتاب في حدود من 5 دقائق ل10 دقائق بالتحديد. كتابنا النهارده بيتكلم، او الفكره الاساسيه فيه وهي بتتكلم عن ان انت لو قدرت تغير الطاقه السلبيه اللي جواك او الافكار السلبيه اللي جواك وتستبدلها بطاقه ايجابيه، تقدر تغير حياتك 180 درجه لو عرفت محتوى الكتاب ده. الكتاب ده بيعتبر هو الاب الروحي لكتب التنميه البشريه. طبعا لو انتم متخيلين ان احنا بنقول مجرد كلام او مجرد رغي في كلام مش هتستفادوا بيه في حياتكم، طيب خلونا نروح الاول نسمع القصه دي من زميلة شروق ونرجع نتكلم في تفاصيل الكتاب. طبعا القصة دي قصة شهيرة وأكيد كتير من حضراتكم سمعتوها، ولكن هي مناسبة لموضوع فقرتنا والموضوع كتابي. القصة بتقول إن في يوم من الأيام في أب أراد إن هو يعلم ابنه درس في إزاي إنه يواجه الحياة بمشاكلها وضغوطاتها والتحديات اللي فيها. المهم الأب علشان يعلم ابنه الدرس ده خده على المطبخ وأحضر 3 أواني وملاهم بالماء وجاب 3 حاجات. إيه هما ال3 حاجات دولت؟ جاب جزر وبيض وشوية بن، وحط في كل إناء منهم حاجة منهم وحطهم على النار، وقف هو ابنه يتابعوا الحاجة اللي على النار دي. بعد فترة من المتابعة سأل الأب ابنه، قال له لاحظت إيه؟ أحضر الحاجات، وقال له في البداية المس الجزر. فالولد لما لمس الجزر الأب سأله قال له لاحظت إيه؟ قال له لاحظت إن هي بعد ما كانت صلبة بقت أكثر ليونة. قال له طيب أشهر البيض ده؟ فبعد ما الابن قشر البيض قال له لاحظت ايه؟ قال له لاحظت ان بعد ما كان القلب لين وسايل اصبح اكثر قسوه.
قال له طب ضوء من البن ده. فبعد ما الابن ما داق من البن قال له الاب لاحظت ايه؟ قال له لاحظت ان الميه اتحولت من مياه عذبه لبن ليه رائحه وليه طعم. فالولد مستغرب قال له ماذا تقصد بهذه التجارب؟ رد الاب وقال له ان الثلاث حاجات دولت مروا بنفس الظروف وهي غليان الميه. طبعا غليان الميه هنا احنا بنشبهها بالضغوطات والصعوبات اللي احنا بنواجهها في حياتنا. فلما الابن ساله وقال له لما الابن سال هنا في الاب في القصه دي وقال له ايه هي وجه الاستفاده من الموضوع ده بالظبط، الاب قال له ان الثلاث حاجات مروا بنفس الظروف ولكن كان لكل حاجه منهم رد فعل مختلف. فسال الاب ابنه قال له انت ايا منهم، هل انت الشخص القوي اللي مع مواجهه التحديات والصعوبات هتضعف، ولا هل انت صاحب القلب اللين اللي مع مواجهه التحديات والصعوبات هتصبح اكثر قسوه واكثر جحود، ولا هل انت مش هتسيب الضغوطات والصعوبات تاثر فيك بل بالعكس انت اللي هتاثر فيها بحيث انك تتماشى معنا. ودي كانت قصتنا النهارده عشان نوضح بيها اختلاف ردود الافعال في مواجهه التحديات والصعوبات. فلك بقى القرار، كل واحد فينا ليه القرار. علشان خاطر يشتد عودك وتكون قوي وتقدر تواجه التحديات دي لازم دايما تمد نفسك بالطاقه الايجابيه والافكار الايجابيه. خلي بالكم يا جماعه ان احنا بنقعد حتى نتكلم مع نفسنا كل الكلام الايجابي بيأثر فينا. طب لو هنتكلم على النقيض بقى، الكلام السلبي، الكلام السلبي برضو ليه تأثير علينا. مش بس كده، الكلام السلبي اللي احنا بنقوله ممكن نقوله بصوت عالي او نقوله لحد ده ممكن يغير حياة بني ادم 180 درجة. فرجاء رجاء لو انت عندك بعض الكلام السلبي حاول ان انت وانت بتتكلم مع نفسك تغيره، او حتى وانت بتتكلم مع حد تاني تقدر تغير الكلام ده وتخليه كلام ايجابي، او ان انت ما تقولوش. وده اللي هنتكلم عنه في تفاصيل كتابنا النهارده وهو قوة عقلك الباطني. الكتاب ده اتكتب سنة 1962 للكاتب جوزيف ميرفي. أول جزء بيتكلم فيه في الكتاب ده بيقول إن احنا عندنا عقل واحد بس، لكن العقل ده بينقسم إلى جزئين، جزء هو العقل الواعي وجزء اسمه العقل الباطني. العقل الواعي ده بيقول إن هو موجود في القشرة بتاعة المخ، ولكن العقل الواعي ده بيقول إن هو إمكانياته محدودة جدا. هو العقل اللي احنا بنشوف بيه دلوقتي، هو العقل اللي احنا بنستنتج منه الأمور وبنحلل بيه الأمور، لكن مشكلته زي ما قلنا إن العقل ده إمكانياته محدودة جدا. طيب نيجي نتكلم بقى عن الجزئية التانية وهي العقل الباطني. العقل الباطني ده بيسموه هو العقل العميق، وهو مسؤول عن عاداتنا وتصرفاتنا وتكويننا لنظرتنا عن نفسنا. هل انت شايف نفسك حد ناجح؟ هل انت شايف نفسك حد فاشل؟ هل انت شايف نفسك امكانياتك تقدر انها تحقق حاجة معينة؟ من الاخر كده هو بيصور او بيشكل الصورة الذاتية عن نفسنا. كتير جدا مننا بيتعرضوا لحالات اكتئاب او حالات قلق بسبب العقل الباطني وبسبب الافكار السلبية اللي احنا بنزرعها جوانا. في جملة شهيرة كده كنت سمعتها من حد وسألته عن تفسيرها، بيقول ان اعظم اكتشاف لجيلي ان الشخص بيستطيع ان يغير حالته المزاجية اذا استطاع ان يغير احتياجاته العقلية. يعني لو انت احتياجاتك العقلية اعلى من امكانياتك فده بيؤدي الى سوء حالتك المزاجية. علشان كده لازم تكون احتياجاتك العقلية متوافقة مع امكانياتك، ولو احتياجاتك العقلية اعلى يبقى انا ابتدي اشتغل على الامكانيات علشان تتساوى وتحقق احتياجات العقلية، والا ده هيؤدي ان انا عقل الباطني هيدخلني في حالة قلق وحالة اكتئاب كبيرة جدا. وهنا بقى بتكمن قوة او سر سوء او حسن استخدام العقل الباطني، لانه مسؤول بنسبة 90% عن تصرفاتنا. نتيجة بقى المعتقدات اللي احنا بنحطها في ذاتنا زي ما قلنا، او الافكار اللي احنا بنزرعها فينا. العقل الباطني ده برضو بيتحكم في النظام الاوتوماتيكي اللي بيقوله للجسم، النظام العميق اللي بيحرك الرئتين، النظام العميق اللي هو بيحرك القلب، لان العقل الواعي استحالة يوصل ان هو يتحكم في الحاجات دي. عشان كده جوزيف ميرفي قال لنا ان انت تقدر تتحكم في عقلك الباطن، لو قدرت ان انت تتحكم فيه تقدر تتحكم كمان في صحتك. نيجي بقى للجزء الثاني من الكتاب واللي بنتكلم فيه عن علاقة العقل الواعي بالعقل الباطن، واللي شبهها الكاتب بعلاقة الفلاح بأرضه. شبه الكاتب ان العقل الواعي بالفلاح اللي بيزرع في أرضه الأفكار لحد ما تكبر قدامه وتشكل العقل الباطن، ومن هنا تقدر ان انت تتحكم في حياتك بنفسك. الموضوع ده بيتم من خلال خطوتين، او العملية دي بتتم
من خلال خطوتين، وده الجزء الثالث من الكتاب. اول خطوه فيهم ان انت تحدد انت عايز توصل لايه ونفسك توصل لايه، بتحدد طموحاتك، بتحدد اهدافك، المكان اللي انت نفسك تشوف نفسك فيه، سواء في شغلك، سواء في البيت اللي انت نفسك تعيش فيه، الزوجه المستقبليه عايز تشوفها مواصفات معينه، كل ده بتحدده لنفسك. الخطوه الثانيه هي زراعه الافكار دي في عقلك الباطن، والموضوع ده بيتم عن طريق عملية التخيل. أول حاجة بتقعد في مكان هادي، ودي جلسة بتتم علشان نزرع الأفكار دي في عقلنا الباطن. بنقعد في مكان هادي، بنريح أعصابنا وجسمنا، بنبعد عن أي ضغوطات، وبنبدأ نتخيل كل الأفكار اللي احنا حددناها في الخطوة الأولى. نبدأ نتخيل الطموحات اللي احنا نفسنا نوصل لها، الحاجات اللي احنا نفسنا ان احنا نوصل لها، ونبدأ نزرعها في العقل الباطن. ومن هنا القعدة دي يا شروق خلي بالك ما ينفعش ان هي تكون قعدة واحدة بس. لازم يا جماعه نكرر القعده دي، لان العقل الباطن ما بيسيفش من مره واحده بس. دي من رحمه ربنا علينا طبعا. بالظبط، من رحمه ربنا ومن نعمه ربنا علينا، لان احنا لو احنا العقل الباطني بيسيف من مره واحده او بيحفظ من مره واحده بس، كان كل واحد فينا اي موقف اتعرض ليه وهو صغير، سواء موقف كان هيأثر علينا بالسلب، ممكن يغير شخصيته بالكامل. عشان كده العقل الباطن لازم يحفظ، او الحاجات دي نقعد نكررها لنفسنا، سواء بقى في المواصلات، سواء او انت ماشي، لازم العقل الباطني بيحفظ عن طريق. بس في شرط يا طارق احنا نسيناه، اهم حاجه واحنا قاعدين بنتخيل اننا نكون على يقين تام وعلى ايمان تام بان الحاجات دي حقيقيه وانها تحصل في الواقع، علشان نقدر نزرعها في عقلنا الباطن بشكل ايجابي مش شكل سلبي فيجيب نتيجه عكسيه. نهايه فقرتنا احنا بنتكلم فيها في ملخص الكتاب ده، لو انت شايف ان احنا بنتكلم في كلام مش هيفيدك او ان الكتاب ده مش هيفيدك، طيب رجاء مننا او طلبنا ليك، انت لو فكرت ان انت تقرا الكتاب ده هتخسر ساعه او ساعتين من حياتك، بس لو كسبت بالفعل هتكسب حاجات كتير جدا. الكتاب هو اسمه قوه عقلك الباطني للكاتب جوزيف ميرفي. وبكده تكون انتهينا من فقرتنا النهارده وفقره كتابي، ونطلع فاصل نشوف الفيديو ده ونروح لفقرتنا الثالثه. ورجعناكم تاني بعد الفاصل معانا الفقره الثالثه. اهلا بيكم اعزائي مشاهدينا، والفقره دي خاصه بالحرف اليدويه. في جمله شهيره كده بنسمعها بيقول لك من فات قديمه تاه، ودي خاصه بالحرف اليدويه. ودايما لما بنتذكر كلمه من فات قديمه تاه دي بنتذكر العادات والتقاليد وبنرجع لاصولنا. الحرف اليدويه والصناعات التقليديه دي بتمثل عامل مهم جدا من المعالم المصريه اللي استحوذت بشكل كبير جدا على التراث المصري. باستخدام بقى العامل اللي كان بيستخدم في الحرف اليدويه دي، كان بيستخدم ساعتها مهاراته الذهنيه وبيعتمد على مهاراته الفرديه، وكان بيستخدم ساعتها بقى الادوات المحليه الصنع او مثلا ادوات اوليه المستورده. دايما الحرف اليدويه دي بتعكس اهميه المعالم او الهويه الوطنيه للدوله اللي بتنتجها. وفي الحاله دي لو مصر اهتمت بالحرف اليدويه، من الممكن ان احنا نحقق مكاسب ماديه كبيره جدا، لان حجم التجاره العالميه في الحرف اليدويه دي بيفوق ال 100 مليار دولار. عشان كده احنا معانا النهارده ضيفنا الكريم، هو من اتقن الحرفه اليدويه، وهو ايضا حاله خاصه جدا لانه من زوايا القدرات الخاصه. خلينا نرحب بيه بوجوده معانا النهارده في الاستوديو، هو والاستاذ محمد نشأت اللي مشرفنا. اهلا بيك يا استاذ محمد، واهلا بحضرتك وبيه الضيف. اهلا بيرحب بيكم، وسعيد جدا ان هو معاكم النهارده. احنا في البدايه عايزين نتعرف بيكم وعايزين نعرف مشاهدينا بيكم. انا اسمي محمد نشأت، واللي معايا مجدي محمد خالي، فهو من ذوي القدرات الخاصه ما بيتكلمش، وعنده حرفه اللي هي حرفه صناعه التماثيل، فاجادها من وهو عيل صغير. كان رايح ورشه يشتغل، بس ما كانش في دماغه ان هو يتعلم حاجه، بس مع التكرار وان هو عجبته الفكره ففكر ان هو يتعلم، فاسس نفسه بنفسه وعمل ورشه لنفسه. يعني ده السبب اللي خلاه يلجأ بالتحديد لحرفة صناعة التماثيل اليدوية. تمام. طيب هل اسأله كده، يعني هل هو بيواجه صعوبات في الحصول على الخامات دي، او مثلا بيجيبها منين، وهي نوعية الخامات اللي احنا شفناها في الفيديو اللي بيستخدمها في صناعة التماثيل؟ لا، هو بيجيب الخامات سهلة جدا. باللي اقول لك في البدايه، هي الشغل بتاعه كان صعب جدا في البدايه، كانت الخامات معايا صعبه. دلوقتي الخامات بقت متوفره بالنسبه له، بعد ما اتعلم بقى بيعرف يجيب الخامات منين، بقت بالنسبه له متوفره في السوق، وبيعرف يجيبها كلها. طب ايه هي نوعيه الخامات اللي هو بيستخدمها؟ بيستخدم حاجه اسمها الكله، والمصلب بتاعها بنسميه في الشغل ده اسمه المرهم، ونوع البودره اللي بيحطها اسمها سيبيداك وحصو. فالحصو ده بيديها متانه.
بالظبط، بيقول لك بالظبط زي الفبر بتاع العربيه اللي هو الاكسدام بتاع العربيه، نفس الماده بتاعت الاكسدام بالظبط بتاع العربيه. المراحل بيقول لك المراحل. بيقول لك في الاول هو بيكون الكله والسبيداك والحاجات دي الاول. بيقول لك الحاجه الواحده ممكن التمثال اللي شفناه في الفيديو ممكن ياخد معاه حوالي ساعه كامله. بس عباره عن ايه؟ بيخلط المواد ببعض بمقادير معينه هو عارفها ويحط عليها المصلب وبعد كده يصبها في القالب. فاول صبه واحده بتبقى في القالب بتقعد ساعه. بعد كده القالب طول ما هو سخن الصبه معاه بتبقى ايه؟ ممكن تاخد ثانيه واحده عقبال ما تنشف وتجمد. ليه؟ القالب طول ما هو سخن شغال معاه، لكن في البدايه بس عشان القالب بيبقى ساعه فبتاخد وقت طويل. زي اللي احنا شايفينها كده على سرعه. ممكن تساله مثلا دي خدت منه وقت قد ايه شغل؟ من البدايه يعني لما يجي له مثلا عينه هو بيقول لك في البدايه ولا بعد ما تتعمل؟ يعني لو في من بدايه ما بيجي بدايه المواد الخام لحد يعني ما بيشوف التمثال ده قدامه. لو التمثال ده جاله كشغل يجي يعمل القالب، لو حاجه صغيره ممكن تاخد معاه اسبوع، كبيره تاخد 15، كل ما بتكبر بتزيد حوالي 5 ايام عليها. لكن لما يجي بعد ما يعمل القالب ممكن اول واحده تطلع معاه تاخد 10 دقائق او ربع ساعه بالكتير. بس ده الصب بس. يعني كلمنا عن الصوره اللي موجوده دي مثلا كمثال، تاخد يعني وقت منه قد ايه؟ يعني دي ممكن لو هو عنده القالب وهيصبها ممكن تاخد مثلا دي تاخد ايه؟ يوم واحد. يوم واحد يعني الشغل ده ياخد معاه يوم واحد. ما شاء الله. طب يعني عايزين نفهم منه برضه. بقول لك ممكن يصب في الاسبوع كميه كبيره جدا. كميه كبيره جدا. طيب هل هو بما ان هو من قدراته الخاصه ده كان بيمثل له مشكله في ان هو يتعلم؟ كان بيمثل له مشكله في ان هو يسوى لشغله؟ كان بيمثل له مشكله عموما؟ هو بيقول لك في الاول كان التعليم بالنسبه له صعب جدا عشان كان كل اللي حواليه بيتكلموا، فهو اغلب الكلام هو مش سامعه، ولو سمعه حتى هو مش هيفهمه. ففي البدايه كانت صعبه بالنسبه له. عمليه التعلم في حد ذاتها كانت صعبه، لان مفيش استقبال للمعلومات عشان يقدر يطبق ده. بالظبط، فكانت صعبه جدا بالنسبه له في الوقت دوت. فبعد كده لما اشتغل هو فقرر يعتمد على نفسه. بعد كده لما بينزل يسوق، في ناس بقى لما بتشوف واحد اخرس بتتجنب الايه المعامله معاه، ليه صعبه؟ وغير كده بيفكروا ان هو مش فاهم حاجه. وفي ناس كانت بتعامله بحسن نيه. طب اعتمد على نفسه ازاي؟ عايزين نعرف برضو طريقه التعلم جه منين. يعني اعتمد على نفسه وبدا مثلا يعمل ايه علشان بقول لك هو في الاول راح الورشه اشتغل، قعد فتره طويله جدا مش عارف حاجه. فكان لسه صغير في الشغلانه، فلما عجبته حط دماغه فيها وفضل يشتغل لحد ما اشتغل ايه لمده سنه كامله. بعد السنه قرر انه يعتمد على نفسه ويعمل ايه ورشته في الورشه كده كده في البيت عنده. جاب تمثال صغير في الاول عباره عن قرد صغير كده قاعد. قرد صغير قاعد، فراح عامل القالب عليه واشتغل وصب عادي. بعد كده بقى لما بيروح يودي شغل لحد مثلا، فالناس المستوردين بيجيبوا شغل من بره، فلما يجيب حاجه فبيجيبها غاليه، فممكن يقول له تعرف تعمل لي دي؟ فابتدى يشتغل ويطور بقى ويواكب العصر. انا لاحظت ان هو اوقات كتير بيقرا الشفايف. هل هو بيفهم مثلا كلام؟ بيفهم لغه اللي قدامه طريقتين. لو حط ايده على زورك كده هيفهم لغه الحروف كلها وهي بتتنطق، يفهم انت بتقول ايه، ولغه الشفايف بيفهمها الاثنين، بس مش كل لغه الشفايف. هو بيقول لك هو اول ما اتولد كان بيتكلم، بس حصل عيق جامد وسخونيه كبيره فتقلت لسانه شويه. يعني ده نتيجه مرض مش نتيجه مرض. هو لما لحقوه كانت السخونيه زياده عملت زياده اثرت عليه.
طب عايزين نعرف ازاي بقى بيقدر ان هو يسوق شغله ده، وهل بيكون في اقبال على الشغل ومنتجاته ولا بيكون صعب الاقبال؟ هو بيقول لك الاول كان بيعمل شغله وبياخده بنفسه مثلا في عربيه ولا حاجه ويروح يسوقه في الاماكن اللي بيبيع الحاجات دي، فكانت في ناس بترفض التعامل معاه، كانت في ناس بتحب التعامل معاه من خلال ايه الكلام والتواصل معاه. طب اساله لو احنا هنقارن بما انه هو حرفي وفاهم، لو هنقارن ما بين الشغل اليدوي اللي بيتعمل هاند ميد وما بين الشغل بتاع الالات من حيث الجوده ومن حيث الشكل والكلام ده، بما انه هو فاهم يعني عايزين نعمل مقارنه بسيطه كده ما بينه. بيقول لك هو الشغل اليدوي والشغل المكنه ده ليه مميزات وليه مميزات، يعني طول ما التمثال زي ما شفنا في الفيديو كده الحاجات طالما تبقى صغيره لازم يبقى يدوي. فالمكنه هي زي بالظبط بيوصفها لك بالعيش، العجينه بتاعت العيش فتبقى كتير، ده عشان الشغل الكبير بس. ولو الشغل الكبير عدل بينفع في المكن، لكن لو في تفاصيل كتيره زي الفيل اللي شفناه ده شغل تفاصيل لازم يدوي طبعا، فاليدوي بيبقى احسن له عشان جودته تبقى احسن. طب حضرتك عارف طبعا ان السوق كل يوم فيه تطورات وفيه تغيرات كتير، عايزين نعرف ازاي استاذ مجدي بيواكب التطورات والتغيرات دي في السوق بحيث انه يتماشى معاها. بيقول لك اغلب الحاجات الجديده بتجيلهم من بره، فالمستوردين لما بيجيبوها من بره فالتصدير دلوقتي واقف، فبدل ما يفضل واقف على التصدير وبدل ما يفتح فبيجيب له الحاجات من بره ويديها له، فبيعملها له بسعر ارخص وبجوده احسن، يعتبر نفس الجوده اللي بره او احسن شويه. فهو ممكن تجي له حاجه، بيقول لك هو ممكن تجي له حاجه جديده، ممكن هو يفضل يشكل فيها ويخترع فيها حاجات يخليها احسن. يعني قبل كده جاله فازه ورد، هو راح فاتح الفازه من فوق وقفل قفلها كلها وفتح فتحه صغيره وعملها انها ايه اباجوره، وهو وصلها السلك والنور وكل حاجه بيبتكر كمان، فهو كان بيبتكر فيها. وفي مره جاب خشب ونحت عليه سيف وعمل عليه القالب وصب السيف عادي بقى، بسيف بالمواد اللي هو بيصبها. طيب هو هل هو فكر ان هو يورث المهنه دي مثلا لحد من اولاده، او ان هو يدرب مثلا مهنيين او حرفيين عليها؟ بيقول لك هو فكر فعلا بس لسه عشان ابنه لسه صغير، هو في اولى اعدادي، ربنا يخليه له يا رب، فلسه لما يكبر شويه. هو بيقول لك ابنه كان لسه صغير دلوقتي فلسه عايز يكبر فيعلمه واحده واحده، وهو علمني وانا صغير ودلوقتي شغال معاه بس في مرحله الاجازه بس. عايزين نعرف طب هل في امكانيه ان احنا نحيي هذه الحرفه من جديد في مصر ولا لا؟ حضرتك تسال وجهه نظره. بيقول لك هو لسه بيبتكر حاجات جديده بس لسه مش عارف ينهض بالورشه بتاعته عشان لما الثوره قامت في حاجات كتيره وقفت. بيقول لك هو لسه بيبتكر حاجات جديده واصناف جديده بس لسه ما ظهرهاش لحد دلوقتي، فبيحاول يواكب العصر بتاعه. هو بيحاول يبتكر حاجات جديده بس لسه ما ظهرتش، فبيحاول يواكب العصر بتاعه ويتماشى معاه. طب هل هو بيشتغل برضه يعني بيشتغل صب بس تماثيل، ولا ممكن يشتغل على الخشب ويعني يحفر في الخشب مثلا ويصنع تماثيل مثلا من الخشب؟ يعني احنا شايفين في الصوره اللي على الشاشه دلوقتي ان في نقش على الخشب، ده شغله
انا ببس دراويز. هو ممكن انا ببس اللي هي الاخيره دي شايفين الاخيره دي. بيقول لك هو بقول لك هو الوحيد اللي بيعملها بس دي عباره عن خشب هو بيشكله. اما الايات اللي عليها دي صبه وهو بيقسمها مثلا بمقاسات على الخشب وبيعرف يظبطها. فبيقول لك هو الوحيد اللي عمل الحركه دي. طيب طب الايه الاخيره دي مش بنسوق بقى يعني بيسوق ازاي لشغله؟ يعني شغل ده بيسوق له ازاي؟ هل مثلا تم مشاركته في مهرجانات؟ بيقول لك الوش الثلاث وشوش اللي جابها بعض دول اول مره جوله خشب وعمل عليهم القالب بس كانوا جايين ايه بيلزقوا على الشنط بتاعت الافريقيه وبتعمل على حواليهم تطريز. طب هل تم مشاركته في مهرجانات او في معارض لتسويق المنتجات دي ولا ما حصلش؟ بقول لك هو اشترك مره واحده في المعارض كانت في مكان شغله اللي هو الجامعه العماليه بس ما اشتركش في اي معرض تاني بس. طيب لسه ما حدش قال له على معرض. يعني عايزين نعرف برضه هل الدوله بما ان هو برضه من ذوي القدرات الخاصه مش بس صاحب حرفه، هل الدوله قدمت له مثلا مساعده او شاف مثلا مساعدات من حد مثلا من جهات معنيه او في مسؤولين وقفوا جنبه؟ لا بيقول لك لا لسه ما فيش اي حد. طيب هل هو ليه بقى يعني جمله كده اخيره او رساله ليه طلبات معينه مثلا من الدوله او من حد مثلا بخصوص مهنته مثلا ان هو يطورها؟ بس بيقول لك مصر تقدر تساعدنا ان هي تفتح بس سوق التصدير عشان يعرف يصدر الحاجه اللي هو بيسوقها بس. تمام احنا بنشكرك جدا يا استاذ محمد على حضورك معانا النهارده وتعبناك. استاذ مجدي نموذج مشرف جدا الحقيقه يقتضى بيه يعني الشباب كتير جدا بتدعي ان ما فيش شغل و و فنموذج مشرف الحقيقه. نشكركم جدا على وجودكم معانا. شكرا جزيلا. شكرا جدا لحضرتك. وبكده اعزائي المشاهدين تكون انتهت حلقتنا النهارده وانتهى الموسم بتاعنا برضو. دي اخر حلقه لينا الموسم ده. انتظرونا ان شاء الله الموسم القادم مع حلقات اقوى باذن الله. بس قبل ما نختم طارق احنا عايزين طبعا نشكر كرو العمل بتاعنا فريق الاعداد استاذه رشا رضوان واستاذه يسرى رجائي الناس اللي تعبت معانا جدا. احنا بنشكركم جدا بجد من كل قلبنا. بنشكر ستاف الكنترول روم. بنشكر المخرجين اللي معانا استاذ محمد عزت استاذ محمد الشحات استاذ الاعلامي الكبير استاذ محسن علام. احنا بنشكركم جدا من كل قلبنا وكل حد ساهم في ان العمل ده يطلع بالشكل اللائق ده. المشاهدين بنشكركم جدا من كل قلبنا. شكرا جزيلا. انتظرونا ان شاء الله في الموسم القادم مع حلقات اقوى باذن الله في برنامجكم مع فجر جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.